أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل إذا تشهد الإنسان بالشهادتين ولكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي فهل يكون مسلما؟ لا، إذا ترك الصلاة، ترك الأعمال واقتصر على الشهادتين فقط فهذا لا يكون مسلما حتى يأتي بالأعمال، خصوصا الصلاة، لأن ترك الصلاة متعمدا كفر، كفر مخرج من الملة. كذلك ترك الأعمال ما يعمل شيء أبد وإنما يكتفي بالشهادتين وهو يقدر على العمل، هذا ليس بمسلم. نعم.